التجارية ورئيس اتحاد الغرف وكل ممثلي القطاع الخاص اللي النهاردة الحقيقة بنشرف وبنسعد بالمستوى اللي هم وصلوا له. الحقيقة يعني أنا أهم حاجة إن السلع كلها اللي موجودة النهاردة بتتراوح نسب الخصم فيها ما بين 20% لغاية 50%، ودي يمكن الواحد شافها بالذات في منتجات أنا عارف جداً بيبقى الأسرة المصرية الحقيقة بتبقى بتدور دايماً على الجودة وفي نفس الوقت السعر يبقى سعر مناسب، وهو فعلاً الحمد لله اللي احنا لمسناه مع التخفيضات الكبيرة اللي موجودة في أسعار الأحذية والملابس والمنتجات المدارس كلها، الشنط بالذات لأطفالنا. فالحقيقة يعني الحمد لله الأسعار كلها أقدر أقول إنها في متناول كل الطبقات اللي موجودة في الأسرة المصرية، وإن شاء الله دايماً هذه النوعية من المنافذ والمعارض بتبقى عشان فرصة إن إحنا يعني كدولة بنقول للمواطن المصري إن السلع المصرية بقت على مستوى عالي جداً وبتقدم بسعر مناسب جداً للأسر المصرية وفي متناولها، لأن طبعاً مع التضخم العالمي وارتفاع الأسعار بتبقى دي دايماً شكوى. عشان كده الحقيقة إحنا كنا حريصين على ان احنا نطمن على الاسعار، ويمكن عشان كده انا بشكر مره اخرى اتحاد الغرف التجاريه وكل العارضين النهارده على التخفيضات اللي هم بيقدموها، واللي ان شاء الله هتستمر وبنتابعها طوال ايام المعرض والفتره الجايه ان شاء الله. مره اخرى بشكر حضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. شكرا.